أتعرف ما هو قانون الجهد المهدور؟ أغلبكم يعلم بأن الأسود لا تنجح في الصيد إلا في ربع محاولاتها، أي أنها تفشل في 75% من محاولاتها وتنجح 25% فقط. ورغم هذه النسبة الطائلة التي تشاركها فيها جميع الضواري، فإنه من المستحيل على الأسود أن تيأس من الصيد والمطاردة مرارا وتكرارا. والسبب الرئيسي ليس هو الجوع كما يظن البعض، إنما هو استيعاب جميع الحيوانات لقانون الجهد المهدور، وهو الذي تعمل به الطبيعة. فنصف بيوض الأسماك يتم التهامها، ونصف مواليد الدبابة تموت قبل البلوغ، ومعظم أمطار العالم تهطل فوق المحيطات، ومعظم بذور الأشجار تأكلها العصافير. ووحده الإنسان الذي يرفض هذا القانون الطبيعي ويعتبر أن فشله في محاولة واحدة يخلق منه إنسان فاشل، لكن الحقيقة هي أن الفشل الوحيد هو التوقف عن المحاولة. والنجاح ليس أن تكون لديك سيرة حياة خالية من التعثرات، بل النجاح أن تمشي فوق أخطائك وتتخطى كل مرحلة ذهبت جهودك فيها هباء منثورا، وتتطلع للأفضل. ولو كانت كلمة تلخص كل هذه الدنيا فببساطة ستكون استمر، keep going. اشترك في القناة ليصلك كل جديد. دمتم سالمين واستمروا فيما تفعلون.